يعني 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 اول شيء يعني عندك انت مرور، عندك قسم الامن العام، عندك انت الدوريات، عندك المطافي، عندك المطافي، عندك هذيلي ناس يعني يعني 24 ساعه صج دوام قاعد داوم. الدوائر الحكوميه مالتهم الدش تطلع يعني حتى اللي يقول مثلا والله قاعد على مكتبه الرائد هذا بس يخط بقلم، لا هذا ما يخط بقلم، هذا قاعد ويشيك على الاوراق ويشوف المعامله هذه تمشي ولا ما تمشي، وما يقدر يطلع عن مكتبه. ليش؟ لانه ما في احد تحته يمسك. هذه شغله. لكن احنا خلينا نقول مثلا ان على مستوى القطاع الخاص صدق اللي يحب الشغل ويبي يتعب ويبي معاش قوي ويبي هذا صدق اللي هو يبي داوم يبي يوصل حق شيء مثل ما قالت ميمي قاعد يروح يقدم على القطاع الخاص. قال لك ان القطاع الخاص راتبه قوي. لا مو سالفه وايد زيادات راح تشوف. مو اسمع مو كل ما في زياده. مو كل القطاع الخاص، انت طبعا لما تدش قطاع الخاص على حسب شنو انت مثلا المهندس اللي بالقطاع الخاص مو نفس المهندس اللي بالحكومه. مهندس بالقطاع الخاص يمكن معاشه مو اقل من 5000 يا اخي. حمود في شيء اسمه دعم عماله، الدعم العماله ليش ما يزيدونه؟ لا لا نواف خل اقول لك، خل اقول لك دعم العماله الحكومه هي قاعده تدفعه. اوكي ترى بالدول اللي برا الحكومه مو ملزومه تدفع حق القطاع الخاص، حق الموظف بالقطاع الخاص الحكومه مو ملزومه الحكومة تدفع. هني بالكويت 600 700 هني بالكويت. الشيء الحلو انه طبعا الله يحفظ الكويت يعني مو مقصره بولا شيء. زين يعطون القطاع الخاص مبلغ. انت الحين موظف قطاع خاص، الحكومه مو ملزومه فيك، بس الحكومه نزلت دعم العماله عشان تدعم العماله اللي تشتغل بالقطاع الخاص. هذا بلس راتبك انت بالقطاع الخاص. ليش الحكومه ما يسوون نفسهم؟ شنو الحكومه؟ الحكومه ليش يعني ليش الحكومه مو سمعتها طريقتها مو نفس الخاص؟ ليش الخاص احسن يعني الاشياء اللي قاعد تعطيها حق الشخص اللي متوظف يعني احسن؟ هذا لانه ما في تنميه. لما تيجي تقولين ليش لما نشتغل بقطاع حكومه غير لما نشتغل بقطاع خاص، معنى المفروض يكون الحكومه هم قوي لانه يعني باسم الكويت غير عن القطاع الخاص باسم افراد. والحكومه يعني توا محمد قال الداخليه المطافي زين وزين، والباقي اللي يشتغلون المدرسه لا بعد خلاص عندها كادر، خلي المدرسه على صوب. اي طبعا. يعني اللي مثلا تكون اللي بوزاره الصحه اللي بالشؤون بالبلديه ليش هذول مو ماخذين حقهم نفس الداخليه انه يترقون معاشاتهم؟ ليش على حسب الوظيفه؟ يعني اذا مدرس كل سنتين بترقينه، المدرسين اذا كل سنتين راح يترقون، وين راح يروحون بالنهايه؟ وين راح كلهم راح يصيرون مدرسه؟ خلاص انا خلاص يصيرون كل الشباب بالداخليه وكل البنات يروحون يصيرون مدرسات. لا 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 عشان معاشاتهم على حسب الوظيفه. هناك لهم طرق خاصه وهني لهم طرق خاصه. انت درست 4 سنين ولا لا؟ انا قاعد احكي عن البكالوريوس ولا ماستر. انا دبلوم. اوكي خلهم على صب. انا كنت احكي عن بكالوريوس. ليش بكالوريوس المدرسه غير عن بكالوريوس البنيه اللي تشتغل بوزاره الكهرباء؟ ليش هذه المدرسه اعطوها زياده؟ شيء طبيعي. لا ليش انا الحين جاي بكالوريوس تساويني بواحد دبلوم؟ مستحيل. قاعده اقول لك بوزاره الكهرباء كلهم دبلوم يشتغلون على حسب المسميات. انا قاعد احكي عن اللي خذوا شهاده بكالوريوس. انت تبين نفس الشهاده؟ يعني مثلا نفس الشهاده نفس المكان؟ يعني جامعه الكويت. اوكي آداب. انا بعرف شنو انت بتقول. آداب هندسه طب اللي 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 انزل. ليش هذا يعني معاشه يصير غير عن هذا على بالحكومه؟ ليش اصرار انت تبين يعني الحكومه الكويت؟ انا بس عشان اوصل المعلومه. ما بحكومه الكويت تكون نفس المعاش. لا 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 تبين مثلا الحين انا وياك سنتين بكالوريوس، انا اعلام انت صحه، بس سنتين ناخذ نفس المعاش. مو نفس المعاش. ليش ما يسوون طريقه نفس طريقه الخاص؟ اللي تشتغل بالبنك واللي تشتغل بشركه واللي تشتغل معاشها راهي. زين معاشات الحكومه مو راهيه؟ لا معلش الناس عيل تروح معاشات الحكومه. لا 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 بالعكس الناس قاعده تروح الحكومه لان معاشات اقوى، بس اللي تروح خاص عندها طموح. الدبلوم خلي اوكي انا دبلوم الحكومه تقصير واحد عندها ان هي قاعد تعامل وزارات افضل من وزارات ثانيه. مثلا عندها ان الداخليه توب، مثلا عندها ان وزاره معينه توب، بس انا باجي الوزارات لا. بس احنا شنو قاعد نقول؟ ليش في تفرقه بالوزارات؟ الحكومه ليش تذكرين المسميات؟ مو انا اسفه ما لي انا غلطانه، انا سامحوني يا جماعه سامحوني. اوكي انا قصدي ان الوزارات ليش في اختلاف بينهم؟ ليش اللي مثلا انا دبلوم ليش انط اروح اشتغل بخاص ببنك؟ وهذا اللي مطيح الحكومه يا اسرار. الحكومه بكبرها طايحه يعني الحكومه فيه. شويه ما تساعد. الحكومه ما تساعد، مو شويه ما تساعد. شوف اللي ساعدتها شيء. انا كنت بقول لكم ان الحكومه ما تساعد. ترى الرواتب الاساسيه كم؟ الحكومه ما تساعد 200 وشيء. لو انا راتبي ترى 200 وشيء، غلا معيشه غلا ما شنو غلا ما شنو صك 700 وشيء. زين ليش سووا معرض؟ انا الحين ادشش على المعرض. الحين لو رحنا حق القطاع الخاص ممكن انا اخذ مثلا 600 من هني
بس هناك لما اروح دعم العماله 400 ياخذ مثلا من هناك زياده هذا يصير انزين هناك ودوا لهم زيادات هني بالقطاع الخاص اللي هو اعاده هيكله ليش ما زادوهم؟ يعني في وايد شباب طموحين ما يبون قطاع خاص ليش؟ يقول انا درست او اوكي انا عندي دبلوم ما درست وايد عندي دبلوم على يعني مستوى تعليمي دبلوم قاعد بمكان قاعد انجز فيه حمود قاعد انجز ومسؤولي قاعد يعطيني على قد انجازي بس انا اشوف بس الحكومه تدعم انا اشوف ان دعم العماله اللي قاعدين ياخذونه زين اكيد بالنسبه انا اقول لك انا اقول لك ليش هو زين لان الله قاعد يساعدونك هم مو مجبورين يدفعوا لك انت الحين بتروح خاص نواف يعني سوري يعني عفوا انا بروح خاص وانت ما تدري انت ونصيبك انت وشنو تقديمك وشهادتك وشنو شنو وضعك ممكن انت يعني بالانترفيو اللي راح تسويه على اي شركه ان كانت هي قطاع خاص ممكن يحطونك 1000 ممكن يحطونك 600 ممكن يحطونك 200 ممكن يحطونك 100 كبدايه كبدايه وايد ايش قاعد اقول لك يعني كل واحد على حسب شنو هو وشنو مسماك الوظيفي فيه يعني مثلا انت تدش 1000 ويجيك دعم عماله 350 شوي يعني وايد حلو يعني 1350 واحد حلو كمساعده حكوميه حق الشباب اللي اشتغلوا بالقطاع الخاص انا اشوف ان الارقام اللي حاطينها مناسبه وايد حلوه صراحه شوفي لان الجامعي قاعد ياخذ 400 وشيء بلس معاشه اوكي الدبلوم 385 بلس معاشه اوكي اذا الحكومه تبي تزيد إنتاجية القطاع الخاص وقاعد تشجع الشباب على يعني اللجوء للقطاع الخاص الحكومة خذت إنتاجية الحكومة أول شيء بعدين خطروا حق الخاص شكراً. إحنا عندنا نقص بالتنمية إذن أنت ما عرفت ليش شنو يلم المجتمع إذن اسمع أنا لحظة أنا أقول شغلة ليش مثلا هم قاعد يخلون إن شباب الكويت إن توجه حق القطاع الخاص ما فكرت فيها شلون يعني ليش مثلا إن قاعد يخلون شريحه من الشباب الكويتي او البنات الكويتيات يتوجهون الى القطاع الخاص ما يبونهم يروحون ترى كل اللي رايحين القطاع الخاص بس انت عرفت ليش الحكومه مو راضيه تقبلهم لا مو الحكومه مو راضيه تقبلهم لا لا في عندهم عدد في عندهم عدد هائل لحظه شوف انا بقول لك عندهم عدد هائل كل سنه انت عندك في اعمار قاعد تكبر في عندك مرحله سنيه قاعد تتطور في عندك ناس خريجين يبون يتوظفون وفي عندك ناس عشان ما يتعطل محمد وفي ناس في ناس المفروض يتقاعدون متشلبين ما يتقاعدون يعني عشان خلاص لا تعطل نفسك نبي نتوظف هذا وفي عندك وايد ضغوطات بالوزارات الحكوميه وهذا انت بتحسبهم الوزارات الحكوميه طقهم على اصابعك كذي تعرف ان هذيلي بس هذيلي اللي عندك زين وين بتحطهم بس هذيل لهم افرع زين مش قاعد اقول لك لهم افرع والافرع مالتهم فانت عندك وايد ايش يبي لهم حلها وايد سهل يبي لهم كلمه تطوير طور لي هذه الافرع كلها وشوف الانتاجيه يا اخي شوف الشباب راح يعطون هذه شغله توني مساء نواف شنو قاعد اقول لك بالفاصل؟ قاعد اقول لك انه في فئه بنات انا يعني اعرفهم مجموعه بنات يشتغلون بوزاره الصحه ما يداومون اسالهم انتم ليش ما تداومون؟ يقولون لان يعني محمد احنا ما عندنا مكتب نقعد فيه احنا نروح سوري يعني عفوا احنا نروح نبصم ونزين ونطالع بعض كذي واحنا بنات يعني كل يعني تقريبا 10 بنات يقول وين نروح؟ وين يعني وين نروح؟ يدقون سيارتهم سلف يطلعون يروحون يقعدون بقهوه ولا مطعم ينطرون لين يخلص الدوام يردون يبصمون ويردون ثاني مره، زين ليش؟ لانه ماكو دوام بطاله ما عندهم ما عندهم مكتب ما عندهم شيء يسوونه يعني حتى دفتر ولا ورقه ولا قلم ما عندهم طلع لي اي شركه خاصه تسوي هذا الحكي ايوه ليش؟ مو انا جايك بالحكي لكن انت بالخاص انت قاعد تشتغل صدق انت ممكن بالحكومه مسؤولك اذا دقيت عليه تقول له والله ترى ممكن باكر ما اجي يغض النظر عنك ويشوف ويساعدك وممكن تقول له بسافر وبرد يقول لك يلا روح هذه يعني هذه بالعكس شيء حلو ما تحصله انت باي مكان لكن القطاع الخاص انت عندك 8 ايام بالسنه كبرها القطاع الخاص يعطيك 8 ايام اذا انت غبت الثمان ايام هذيلي تفنيش يجيلك ما يجيلك كتاب انذار ولا هذا تفنيش انت غبت متعمد يعني غياب متعمد ثمان ايام انت مع السلامه ممكن تكون على حسب الشركه المدرجه ولوائحها بس شوف كل القطاع الخاص كذي صدقني صدقني الشباب الحين اللي قاعدين يقبلون القطاعات الخاصه اوكي شيء حلو روح القطاع الخاص الحين انا موظف حكومي وخاص زين شفت الفرق بين هذا وشفت الفرق بين هذا شفت انا وين مكاني الحين انت قاعد يجيلك دعم عماله على القطاع الخاص لا, لا انا لاني موظف حكومي ما يعني انت موظف حكومي لكن انت لو فكرت مثلا تطلع من الحكومه وتبي دعم العماله ما راح تفيدك دعم العماله ليش؟ لانه راح تحس انه مثلا المبلغ اللي راح يعطونك اياه ما راح يجيب لك مثلا المبلغ اللي انت كنت قاعد تاخذه بالحكومه بالعكس راح يصير اقوى من راتبي مال الحكومه صدق؟ حسبتها صح؟ طلع انه اقوى من راتبي مال الحكومه بس هذا شنو معناته؟ انا صار لي الحين بكمل السنه هني بتلفزيون الشاهد
بس انا هناك كم سنه؟ صار لي 3 سنوات موظف، يعني 3 سنوات ونطيت على الرابعه انا الحين. وتدهم وتمشي مسير. لا اذا شوف اذا حبيت شغله اسويها اقدم عليها، ليش ما اقدم؟ انا الحين مرتاح هني. شوف وتخيل ها على حظك تطلع من نيزي يسوون لكم كوادر ويسدون. عاد يقولون في زياده بدارس النقليه. انت شكلك من باكر متفنش، الله يستر. لا مو متفنش. ما حد قاعد يطالعك من الدوام. لا مو متفنش. وتقول انا مرتاح في الفن. بس يقولون في زياده. انا سمعت انه في زياده، وحتى لما قدمت على دعم العماله اكتبوا لي ان زياده حق الدبلوم 590 ما ادري اذا صدق ولا لا. هذا اللي ورقيتني من اللي طرشت، يعني طرشت احد يروح يسوي لي اوراق وكذي. لما جاب لي الورقه كتب لي انه ترى مثلا اسار كيت 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 كذي يعني بالدوام. فانصدمت ان دعم العماله 590، هو كان 389 او شيء كذي، زاد 250. نواف داق اليوم على هذا ما ادري هي كانت نايمه او يوم اساسا متوظفه نفس البنات اللي ما يدرون شنو السالفه بس يدشون يبصمون ويطلعون. قالت حق نواف ما سمعت. قالت لي ما سمعنا هذا الخبر، ماكو شيء. هي قالت لي انه ماكو شيء رسمي. هذا اللي قالت لي. الحين ما في شيء رسمي، انا ما ادري. احنا من صفنا سمعنا بس الحين ما شفنا قرار. انزين خلينا نرجع، ليش سووا المعرض؟ المعرض على فكره المعرض مو بس عشان توظيف، حتى تدريب اللي يبي يروح مثلا يتدرب عشان يتاهل حق الوظيفه. هم هناك في شركات موجوده وراعيه حق المعرض نفسه. يعني مثلا انت مثلا تدش مكان تبي 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 بس ان تصير عندك انت شهاده خبره ان انت مهندس او مساعد مهندس او مثلا سوبرفايزر او مانجر او هذا حقك انت. لما تيجي تبي توظف، يعني مثلا شلون الحين لما يقولك شخص مثلا ما يعرف بالاخراج وهو مو مخرج، انزين لازم يروح يدرس اعلام عشان ياخذ ويصنف انه هو مخرج بالاعلام، بعدين هو يصير انه تو قاعد يدخل مرحله. بس في عندك ناس تعلم اخراج بدون ما يكون هو اساسا مخرج او عنده شهاده اخراج او هذا، وتشوفه بروفيشنال وكل شيء، بس تعلم هو شنو؟ تعلم عملي، يعني ما قاعد يدرس دراسه. دير بالك سواء كان مخرج ولا مصور ولا اي شيء، اذا راح مثلا نتكلم كتلفزيون، اذا راح قناه ثانيه زين راح يقولوا له اول شيء شنو سي في؟ سي في كان عنده سي في مميز يغضون النظر شويه. خليني اقول لك شنو سي فيك. سي فيك انت كل ما يكون انت عندك اكسبيرينس، انت صار لك انت مثلا خبرتك صار لك مثلا 5 سنين نفس اللي واحد خبرته سنه. يعني مثلا انا اقول مثلا نواف مذيع صار له 10 سنين لما اي شو يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله واكثر. زين نواف صار له مذيع 10 سنين، ويا مثلا بدر مذيع صار له 2 سنين. فيوم يجون انت السي في مالك والسي في مال بدر، لا والله هذا صار له 10 سنين، هذا بروفيشنال، هذا كذي، هذا طالع على القناه الفلانيه وعلى القناه الفلانيه وعلى هذا، ما صار له يمكن نص قناه وما كمل فيها، لا خلينا ناخذ نواف. شفت هذه تفرق معك. بس هي مو مسماها ان انا 50%. شوف انا الحين الاعلام قاعد ادرس فيه، يعني قاعد اشتغل فيه، بس انا ما عندي شهاده. انا اكتسبت خبره بس ما عندي شهاده. شوف الاعلام بشكل عام انا احسها كذي، ان الاعلام بشكل عام حمود يبي له شنو؟ ثقافه وسرعه بديهه. يعني سواء كنت مخرج ولا مصور ولا معد ولا اي شيء، ليش؟ خاصه لو تكون كمذيع يبي لك معلومات عامه، يبي لك ثقافه، يبي لك سرعه بديهه نفس ما قلنا. بالاضافه اذا كانت الدراسه موجوده راح تفيدك، شلون تقعد، شلون تتكلم، شلون تلقي، شلون تحاول اذا كانت مره استاذي وهالسوالف هذه. طبعا احنا برنامج كله واقعيه فما عندنا احنا هالسوالف هذه. تفيد حق منو؟ اللي توهم قاعد يدرسون اعلام، اللي من بدايتهم قاعد ينشئون نفسهم على الاعلام. انا ما درست اعلام بس هذا مكتسب فيني، يعني هذه شغله فيني. هذه الحمد لله هذه فطره من الله، عرفت؟ الحمد لله. يعني هذه فطره من الله، وهذه انت فيك موهوبه من داخل. بس اللي ما عنده موهوبه يضطرون يروحون مثلا مو بس يدرس، يروح مثلا الحين احنا هذا اللي قاعد يسوونه بارض المعارض بمشرف، زين المعرض وهم ما سووا كذي عبط، يعني انه والله لا اي شركات دشت وقعدت وهم في يدرون انه في مجموعه شباب فيها طاقات، في نسبة بطالة بالكويت وايد، في ناس في ناس تبي تشتغل بس مو قادرة. وبسبة على قولتكم انتم قاعد تقولون، يعني حتى صار بالحكومة عندك الواو وارد يعني بكل مكان وايد، يعني حتى كلية الضباط اذا اذا يعني اذا واحد مثلا عنده واو على طول صار ضابط، واذا واحد ما عنده واو وهو يعني وهو صدق تقول هذا جسمانيا وصحيا وجسديا وعقليا ودهنيا وكل شيء فيه هذا ضابط، ما ياخذونه مسكين ما عنده واو. فالولد يروح مكسور الجراح. واحد قاعد يسالني من كم يوم يقول لي قاعد اناقشه، قاعد اقول له انه صار علي وايد لود، دوام هني ودوام هناك، وحالتي الجسديه يعني شويه تعبانه من اول برنامج وانا اتكلم. فقال لي بني اختار تبي هذا ولا هذا؟ كان اقول له انت ايش رايك؟ هو موظف قطاع خاص. كان يقول لي من صدقك هي تاخذ رايي؟ قلت له ليش؟ كان يقول لي من ام الحكومه. قلت له زين ليش؟
قلت له انا صار لي 3 سنوات بالحكومه، اكيد اوجه لهم تحيه ادارتي الكريمه، واكيد ابو سعد ما قصر معي طول السنه والله صدق، عشان لا يتفنش يعني، لا لا صدق يعني ما قصر معي صراحه. صار ساعه يقول انا مرتاح، لا والله ما قصر معي حمد، سالفه الالو هذه صح. يعني انا حتى قمت اتفشل اكلمه بالتليفون، ابو سعد انا تعبان، يقول لي روح الله يوفقك، هو شايفيني شغله يقول لي روح الله يوفقك، فانا عاد زودتها يعني الفتره هذه. اللي صاير ابو سعد ترى ابو النيف يستاهل، وولدنا طبعا وما تقصر وياه، ترى اذا هو قال لك الو ترى عليهم راح يمكن تسمع مني انا الو، اقول لك الو النيف يرتاح عشان يجي. يلا حلو كلنا نقول لك الو. بس حمود شنو قال لي؟ قال لي يا عمي خلي الخاص روح حق الحكومي. قلت له ليش؟ قال لي باكر يطردونك. ايش دعوه؟ ما يطردونك الحين، انا قاعد انجز، شنو يطردوني؟ قلت له اوكي انطرت، انا في عندي يعني